عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أفكار في الرياضيات. إن شاء الله في هذه الحلقة بدنا نحل مع بعض تمرين جديد عن درس التكامل بالطاوي. بدنا نوجد قيمة تكامل 2x على x تربيع زائد 1 dx. طبعا بالنسبة لفكرة التكامل بالتعويض، ليكن U اقترانا مشتقته موجودة في الجوار أو لها علاقة بالجوار. طبعا أنا الفكرة بدي أختار البسط أو أختار المقام وأفرض أنه يساوي U، تمام؟ ومن ثم أشتقه، تمام؟ بعد ما أشتقه بأنظر إلى المسألة، هل المشتقة هذه تمام موجودة في الجوار أو لها علاقة في الجوار؟ عشان يوضح أكثر، أنت اختيارك لليو، إن كنت أنت مثلا قلت يو يساوي 2x أو قلت يو يساوي x تربيع زائد 1، اختيارك إلها بعد ما أنت تشتقها وتعوض بالتكامل، إذا شكل التكامل صار أبسط من المسألة معناته أنت بتفهم أنه أنت ماشي في الاتجاه الصحيح بإمكانك تكملها، أما إذا تعقدت أكثر معناته بيكون اختيارك خاطئ وعليك أن تغير الاختيار، تمام؟ الآن أنا حفرض إنه يو يساوي x تربيع زائد 1، let يو يساوي x تربيع زائد 1، طبعاً الفكرة إنه إحنا لازم نشتق هذا الاقتران ومن ثم ننظر إلى التكامل، هل هو موجود في التكامل أو هل له علاقة بهذا التكامل، تمام؟ إذا معناته يو أنا لما بدي أشتقها في عندي إحنا قاعدة الاشتقاق لمن يعطيني y يساوي x أس n، طبعا هذه حصير dy على dx لأنه أنا بدي أشتقها بالنسبة ل x equal بده يساوي n مضروبة في x أس n، ولكن انت لاحظ الان الموجودة في الاس بطرح منها واحد. هذا الكلام بدنا نطبقه على المسألة. اذا اليو لما بدي اشتقها بالنسبة للاكس رايح تصير du على dx يساوي بالنسبة لاشتقاق x تربيع، هتحكي لي الاثنين بتنزل هيصير 2x اس 2 ناقص 1 زي القاعدة هذه بالضبط شايفها، زائد بالنسبة لاشتقاق الثابت احنا بنعرف عندما يعطيني fx يساوي a، طبعا a ينتمي الى الريال نمبر معناته fx برايم يساوي 0، تمام؟ لانه اشتقاق الثابت 0، تمام؟ اذا معناته اشتقاق الواحد 0، اذا حيصير عندي du على dx يساوي 2، ولاحظ x أس 2 ناقص 1 حيضل x أس 1 والواحد ما فيش داعي نكتبه أصلا، زائد 0 خلاص ما بنكتبش أي حاجة تانية. الآن أيضا من فكرة الحل إنه dx لازم أجبلها أنا قيمة جديدة، لذلك أنا بجيب dx من هذه الشكل شايفها، du على dx يساوي 2x، أنت لاحظ الـ 2x مقامها واحد. علشان انا احصل على قيمة دي اكس الجديدة بضرب ضرب تبادلي، هحكي له دي يو ضرب واحد، طبعا هتحكي لي دي يو يساوي دي اكس ضرب 2 اكس، طبعا هتحكي لي بيساوي 2 اكس دوت دي اكس. الان انا بدي دي اكس تكون لحالها، لذلك هقسم الطرفين على 2 اكس بهذا الشكل، طبعا كلكم هتحكوا لي 2x بتروح مع ال 2x، هيضل عندي dx يساوي du على 2x، تمام؟ اذا صار عندي انا المعطيات متوفره، u هي عباره عن x تربيع زائد 1، تمام؟ ودx هي عباره عن du على 2x، اذا الان هكتب تكامل واعمل اشاره البسط والمقام. بالنسبة لل 2x هكتبها زي ما هي، ولكن x تربيع زائد 1 هنشيلها ونكتب بدالها u، تمام دوت. الآن أيضا dx بدي أرفعها وأكتب بدالها du على
اتنين اكس. ايضا هتلاحظوا كلكم معايا 2x بتروح مع 2x، هيضل طبعا هنا في البسط واحد. اذا هذا الكلام بده يساوي تكامل واحد على يو دي يو. تمام، طبعا كلكم بتعرفوا تكامل الواحد على اليو هو عبارة عن لين اليو زائد سي. اذا الان احنا نتذكر الفرضية من بداية الحل، قلنا يو هي عبارة عن اكس تربيع زائد واحد. اذا في الحل وين موجود اليو هنشيله ونكتب اكس تربيع زائد واحد، اذا الجواب حيساوي لين بدل اليو هنكتب اكس تربيع زائد واحد زائد الثابت سي. تمام، وبهيك اعزائي بنكون احنا حلينا المسألة. بتمنى الشرح يكون واضح، ولكن برضو انت بامكانك مسألة زي هذه انت تحلها بطريقة اخرى وتكون ابسط من ذلك، ولكن التركيز مطلوب. انت لاحظ معايا البسط، شايف البسط مش هو عبارة عن مشتقة المقام، صح ولا لا؟ انظر كلكم هتقولوا لي صحيح، لانه المقام هو عبارة عن اكس تربيع زائد واحد، اشتقه هتقول لي بضل 2 اكس، صح ولا لا؟ اذا عندما نلاحظ، ركز معايا، عندما نلاحظ البسط هو عبارة عن مشتقة المقام، بحكي لي بامكاننا نطبق الفرمولة الاتية. في عندي صيغة حلوة هيك ممكن احنا نطبقها، عندما يكون البسط هو عبارة عن مشتقة المقام. الآن بكتب تكامل، بعمل إشارة بسط المقام وبكتب دي اكس. الصيغة بتحكي لي المقام يو اكس والبسط هو عبارة عن يو اكس برايم، يعني البسط هو عبارة عن مشتقة المقام. عندما تلاحظ هذه الشغلة بقول لي بإمكانك مباشرة تحكي لي ايكوال لين اليو اكس زائد سي. تمام، وهي شايف المسألة، البسط هو عبارة عن مشتقة المقام. اذا الان انت بامكانك تعمل لي لين وتكتب المقام هو عبارة عن اكس تربيع زائد واحد، ومن ثم تكتب زائد الثابت سي. تمام، يعني هذه الملاحظة حبيت احنا نعرفكم عليها. وبهيك أحبائي بنكون وصلنا لنهاية شرحنا. إن شاء الله الشرح يكون مبسط وسلس والكل يستفيد. بتمنى تدعمونا وتشتركوا في القناة وتوصلونا ل2000 مشترك وتساعدونا على ذلك. تمام، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.